نرحب بكم متابعينا عبر قناتنا عبد واجد يوتيوب لأحوال الطقس. نشاهد معكم تصور من ولاية معسكر وواد الأبطال الذي عرف فيضان نهار اليوم نتيجة الأمطار الغزيرة والمعتبرة والتي تساقطت على ولاية معسكر بكميات كبيرة جدا. مزيد من الخير الأيام المقبلة، إذا استعدوا لأجواء خرافية بإذن الله تعالى كل المناطق الغربية منها ولاية معسكر.